أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي غياب اللاعب الدولي التونسي علي معلول عن الفريق لمدة 10 أيام، ذلك بسبب الإصابة. كان حسام البدري المدير الفني للأهلي قد استبعد معلول من قائمة الفريق التي خاضت مباراة الإنتاج الحربي بالدوري الخميس الماضي، ذلك بداعي منحه قسطا من الراحة بسبب ضغط المباريات. وتجددت إصابة معلول وتقرر غيابه عن الفريق لمدة 10 أيام من أجل التعافي. كان مسؤول الأهلي قد حذروا المنتخبات التونسية من الدفع بعلي معلول في المباراة الفاصلة أمام ليبيا، وذلك بتصفيات المونديال والتي جرت السبت الماضي، لكن نبيل معلول المدير الفني لتونس دفع به في المواجهة التي شهدت حسم نسور قرطاج بطاقة التأهل.